مع أهداف المكتبة في خلق جسور التواصل والانفتاح على مختلف مواهب الشباب، تتشرف المكتبة الجامعية محمد السقاط على إطلاق منصة إذاعية تنقل صوت الشباب وتعبر بكل وضوح عن إرادتهم وتنشر مواهبهم ومقالاتهم، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة والغنية التي تعالج مواضيع تهمكم، والاطلاع على آراء مهمة وقصص ووجهات نظر للشباب بالصوت والصورة. وبالتالي فالإذاعة ستكون دليلكم على أن الشباب كيفما كانوا قادرين على أن يصنعوا فرقاً كل يوم. كما تؤمن المكتبة الجامعية محمد السقاط على أن لا شيء يمكنه أن يحد من قدرة الشباب في صناعة مستقبل مشرق زاخر بالإنجازات والطموحات. Ich hab's nicht.